منذ سنوات وغسان أنطوان أستاذ مادة الرياضيات في المدرسة الوطنية الأرثوذكسية في مدينة الميناء في شمال لبنان يعكف على وضع برامج لتعليم مادة الرياضيات على الكمبيوتر. بلشت أنتج مشاريع بهالمجال من حوالي 6 سنين. كان عندي كتابين بهالمجال مع سيدي، السيدي كان مرافق للكتاب. اليوم المشروع اللي عم نطلقه هو مشروع سيدي انتراكتيف، يعني كومبليتمون انتراكتيف، هيدا ما بده كتاب معه، هو بحد ذاته كتاب بيقدم للتلميذ مسائل الرياضيات تيحلها، وبيقدم له كل المساعدة اللي بيحتاجها، بيقدم له بنفس الوقت الحل فيما بعد بمرحلة متقدمة، ولكن الفرق انه بيقدم له لهالتلميذ هالقصص بقالب عصري وبقالب بيرجي امكانيات بيقدر يفهم فيها ابعاد الامور ما بيقدر يفهمها على اللوح والطبشورة بصورة جامدة. يماشي غسان أنطوان روح العصر ويقدم عملا لم يسبقه إليه أحد في لبنان، خاصا بطلاب الصف التاسع من التعليم الأساسي. عجبتني فكرة سيدي أنه بتقدم لنا إمكانيات جديدة ما بتظهر على اللوح مثل أنيماسيون، وكمان بتنمي لنا خيالنا، بنقدر نشوف الصورة وبتأرجينا أشياء جديدة يمكن ما نقدر نشوفها على اللوح. 3/4 العالم عم يشتغلوا على الكمبيوتر، وفي عالم كمان ما بفكروا يفتحوا كتاب، وهيك أنه بيشتغلوا على الكمبيوتر وبيحطوا السي دي ودغري، وهنا عطور أوقاتهم 3/4 أوقاتهم على الكمبيوتر. يتابع غسان أنطوان دراساته العليا في الرياضيات في فرنسا، وبرنامجه قائم على جهود فردية. فهل تتبنى وزارة التربية في لبنان برنامجه وتباشر مكننة التعليم؟ نية موجودة وبدون أدنى شك، يعني الكمبيوتر أساسا دخل كمادة تعليمية في المناهج المدرسية، بس طبعا إدخال الكمبيوتر بتعليم المواد الأخرى يعني كوسيلة تعليم هذا ما دخل بشكل رسمي. منحت المدرسة الوطنية الأرثوذكسية ثقتها للأستاذ أنطوان ولبرنامجه ولكتابه الإلكتروني إيبوك الذي يعد ثورة في تعليم الرياضيات في لبنان والعالم العربي. اليوم المشروع هيدا هو مشروع متبنى مش بس من المدرسة، هو مشروع متبنى من أسرة المدرسة الأرثوذكسية في لبنان. مطرانية طرابلس هي تولت رعاية وإنتاج هالمشروع لوضعه ما بين إيدين الطلاب اللي بينتموا لأسرة المدرسة الأرثوذكسية في لبنان. تتهم المناهج التعليمية في لبنان بأنها تخلفت عن مواكبة العصر بسبب الانشغال الدائم لهذا البلد بأزماته السياسية والأمنية، لكن برنامج غسان أنطوان يؤكد تقدم اللبنانيين على دولتهم في النظر الأبعد إلى الأمام. لبرنامج اليوم على الحرة، مصطفى عاصي، بيروت.